كانوا فاكريني مش عارف اشتغل على المكن الجديد. قال ايه لسه بقى خام ومش فاهم فيه خالص. يعرفوش ان انا هعرف اشتغل. لبست بقى للخواجة وفضلت معاه في كل حتة. اي طلب يعوزه اجري اجيبه له على طول. عايز نسكافيه اجري اجيب، عايز سجاير اجري اجيب. لحد ما حبني وعلمني كل حاجة بالمكن الجديد. عزة، عزة انت نمتي؟ عزة ايه عزة؟ لا يا سلام انا غفلت شوية. قولي بقى اتعلمت المكان ده ازاي؟ ياه ده انت فاتك كتير قوي يا عزة. امي بقى بسرعة عملنا كوبايتين شاي وارجعي كده وانا احكي لك كل حاجة من الاول. يلا. حاضر. راح فين يا بنت عزة؟ رايح اعمل شاي لسلامة. تاني شاي؟ جرايه يا سلامة يا ما كفاية كده. جرايه يا استاذ رجب. نضيف في بيتك. ضيف ايه يا راجل؟ الوقت اتأخر واحنا ناس بنصحى بدري عشان عندنا شغل. بس انت كده بتحرجني يا عمي. وانت بتحس ولا بتحرج؟ الله في ايه يا ابن حد يقعد عند الناس كده؟ انا قاعد عادي ومرحرح كأنه في بيتي. لا يا حبيبي لسه بدري قوي على ما يبقى بيتك. وبعدين خف من زياراتك، يا ريت تبقى زيارة واحدة في الأسبوع. عاجبك كده يا عزة؟ مالكش دعوة بزفت عزة. كلامك معايا انا، انا اللي اقول ايه اللي يمشي وايه اللي ما يمشيش. يلا يا بت خش نامي، مش عندك شغل الصبح؟ ايوه يابا تصبح على خير. يلا وانت من اهله، وانت كمان اخويا يلا اتفضل. كل ده برتقان كلته. هو ده بقى اللي انا كنت عاوز اسال عليه، الفلوس اللي كانت في البنك. الفلوس دي مكافاه مصر الحماده عن كل السنين اللي فاتت، ولازم يرجع يلاقيها. ده انا لما جيت امبارح اخد الفلوس من ابراهيم زق ايدي ما قدرتش عليه. لا 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 يا فندم، احنا لازم نحافظ على الفلوس لحد ما يرجع، ده حق. شور عليا واللي هتقوله انا هعمله. خدي منه الفلوس. ما اقدرش، ابراهيم طول عمره نفسه يعيش وما صدق انه لقى الفلوس دي. يعني ايه حماده يتعب ويشقى ويكافح عشان مصر وابراهيم يصرف؟ طب ما تقول له على الحقيقه، يمكن لما يعرف يحط في عينه حصوه ملح. ما ينفعش يا حاجه، السريه. انت عارفه لو الموساد كشف حماده ممكن يعمل ايه في ابراهيم؟ على فكره بقى قفله الباب دي شكلها مش حلو. اهلا اهلا استاذ ابراهيم. من الاخر كده انا هبلغ البوليس. ايه يا عزة مش هتروحي شغلك ولا ايه؟ لا يا اما مش راح الشغل النهاردة. ليه يا بنت تضيعي اليوم؟ ما نمتش طول الليل عمالة تقلب على السرير. ليه يا حبيبتي مالك؟ انتي عيانة ولا ايه؟ اجيبلك برشامة؟ عندكيش برشامة يا اما، تخليني ابلع سلامة اللي مش نازل لي من زور ده. سلامة اللي ما نايمكيش طول الليل؟ مش قادرة اتخيل يا اما ان ده هعيش معاه طول عمري، مش قادرة اتخيل ان ده هيبقى جوزي يا ابو عيالي. ده كان قاعد امبارح بيحكي لي عن شغله والمكنة اللي اشتغل عليها، لقيت نفسي نمت منه. هو حد كان ضربك على ايدك يا موكوسه؟ مش انت اللي وافقتي عليه؟ خفت ياما بعد اللي حصل ده ما اتجوز، قلت دل سلامه ولا دل حيطه. البطر وحش والواد شريكي وغلبان وطيب ويتمنى لك الرضا ترضي. هو ربنا فتح عليه دلوقتي وبقى معاه قرش. المهم الاقي برشامه اللي تخلينا بلعه. انت بتتنقري على كلام امك؟ ماشي يا بنت رجا. اعمل ايه ياما من غلبي؟ طب وايه اللي يثبت لي ان كلامك ده صح؟ مع ان مش من حقك تطلع على اي ورق يخصني، لكن عشان خاطر حماده ده الكرنيه بتاعي. برضه مش مصدق. لانك عايز تستولى على فلوس هي اساسا مش فلوسك. لكن اطمن مش انا اللي هاخدهم منك، اخوك لما يرجع ولا ياخدهم منك. لما يرجع يبقى ياخدهم مني. ودي مجموعه صور من مهمات خاصه لي انا وحماده بره مصر. النبي يا ابني توريهم لي. ها ايه رايكم؟ بس انا سالت وقالوا لي ان حماده ما خرجش بره البلد. ومين قال لك ان حماده خرج بره البلد باسمه؟ حماده خرج بره مصر باسمه مستعار واتزرع في تل ابيب. اتزرع؟ هاتي هاتي يا امي. لا والنبي لا 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 انا واخد الصور دي على مسؤوليتي الشخصيه من ملف حماده عشان اطمنك. ما كنتش عارف انك هتفضحينا وتضيعي مصر. هم اللي قعدوا يقرروني. تقومي تقاومي؟ ده انت ابنك بطل. بس محدش عارف خالص غير ولادي. وانا ايه اللي يضمن ان محدش عارف غير ولادك؟ قلت لمين يا ابراهيم؟ ثلاثة بالله العظيم ما قلت لحد. قلت لمين يا ابراهيم؟ والله ما قلت لحد. فين حوريه؟ بابا بره بتشتري حاجات. فين؟ بره بتشتري حاجات. يبقى مصر كلها عرفت. حرام عليكم، بتضيعوا مجهود سنين. طب وانت ايه اللي خلاك تظهر دلوقتي يعني وتقول لنا؟ لان حضرتك استولت على فلوس اخوك اللي لسه ما استلمهاش. طب وليه ما وقفتونيش وانا برفع قضيه الغياب واطلع شهاده الوفاه؟ احنا درسنا ده في اللجنه الثلاثيه ولقينا ان من مصلحه حماده ويساهم في عمليه التمويه فسيبناك تكمل.
طب وليه بعد كده نزلتوه في الاوتيل وهو في السجلات ميت؟ عشان حماده قرب يرجع مصر وعايزين نرتب ظهوره بشكل تدريجي، وده السبب التاني اللي خلانا اجيلكم. عايزكم ترفعوا قضيه عوده للحياه عبال ما القانون ياخد مجراه يكون حماده رجع. وحماده هيرجع امتى؟ لا 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 مش هينفع، دي معلومات سريه وكفايه قوي اللي عملتوه لحد كده. ابراهيم عايزك تديني فواتير بكل مليم صرفته. فواتير؟ ومن هنا ورايح مفيش جنيه هيتصرف الا بعلمي ومعرفتي. واضح؟ السلام عليكم. وعليكم. تعالي هنا يا بت. صدقي يا بتي عزه انت امك دي معندها ريحه الدم. ليه بس يا ام عبد الله؟ سايبه السلم معفن زيها. هو في ايه؟ مش كلنا ساكنين في البيت ده مع بعض ولا هنجيب حد من بره ينضفه لنا؟ ما انا بعمله كل يوم. طب هاتي عنك ايه؟ هاتي انت عايز تكسفيني؟ هاتي بس. لابسه ومتغندره وخارجه يا اختي هتعفري روحك. روحي روحي. يا ستي ولا هكسفك ولا لا لا اوعي بس بس اوعي بس. لا لا انا خلصت عندك. اطلعي السلم من اوله. حاضر. خفي نفسك. بقول لك ايه يا ام عبد الله؟ اللي هو سعيد وعماد فين؟ محدش شايفهم ولا سمع لهم حس. هما سابوكي وراحوا فين؟ من اللي سابوني انا اللي بعتهم مشوار. مشوار ايه ده؟ يا بنت خلصي السلم وخشي لي نشرب كوبايتين شاي مع بعض واحكي لك. ماشي. بس هاتي السلم من اوله. امك سايباه مزبله. وما تدفعش ليه؟ هو مش انا ابوك اللي رباك؟ هو عايزني ادفع كل اللي حلت وزياده عشان ارجع لك الشقه اللي انت ضيعتها؟ الله ما انا انتحك عليا. وانا مالي؟ كنت شرطني اهل ما كتبتها باسم عنايات ولا انا ساعتها ما كنتش ابنك. ما انت سبتني ومشيت. انت اللي طردتني. ولا كلش فاكرني عبيط؟ عارفك ناصح واوعى من قربة الدم. وبعدين انت فكرك ان عنايات عايزة 120,000 دي بتضرب عليوي عشان تعلي البيع. ولا عليوي ولا قطوي. الكلام ده فوق جهدي يا اسطى. مادام بقى الكلام كده انا عايز حقي. حقك عند عنايات. انا مش بتكلم عن حق اللي عندي عنايات، انا بتكلم عن حق اللي عندك انت. حقك؟ انت ليك حق عندي يابا؟ معلوم ليا عندك حق. مش انا اللي ربيتك وكبرتك وخليتك راجل تجر طاحونه اهو. انت عايز تاخد حق تربيتك ليه يابا؟ وماخدوش ليه؟ ما دام ربنا مديك ومش عاوز تساعد ابوك الغلبان. ما كل الابهات بتربي عيالها، عمرها ما سمعنا ان حد بياخد حق تربيته. اشمعنى انا اللي هدفع؟ انا راجل ناقص وعاوز اللي صرفته. اول 5 سنين هنفوتهم دول من عندي، وبعد كده نحسب كيس وتشتا كيس وتصيف. نقول الواحده ب 100 يبقوا 200 جنيه، في 20 سنة يبقوا ب4,000 جنيه، فطار غدا عشاء قول 10 جنيه، في 365 يوم يعني ب3,050 في 20 سنة يعني 3 سنة قول 75,000 جنيه. ولك قلب يا ما تحسب الحسبة دي لابنك؟ اه حقي وعاوزه. تعالى نقعد قعدة رجالة ونتكلم. بقول لك ايه يابا، انا هجيب لك الشقة اللي عند عنايات، بس بعد كده ما تكلمنيش في جنيه. لو سمحت يا استاذ. حضرتك بتندعي عليا؟ انا حوريه اخت ابراهيم. اه طبعا عارفك كويس. خير؟ انا كنت عايزه اعرف هو ايه الموضوع بالظبط. للاسف مش هينفع نتكلم هنا. طب تحب نتكلم فين؟ اركبي لازم تفهمي يا حورية إن حمادة إنسان عظيم وهيجي يوم وتفخري بيه قدام كل الناس إن أخوكي. ربنا يخليك. مالك قلقانة ليه؟ لا أصل أنا أول مرة أخرج مع حد معرفش فجأة خفت كده. أنا آسف يعني ده مش ميعاد غرامي. الناس ما بتفرقش، أول ما بيشوفوا واحد واحدة قاعدين بيفتكروا إنه في حاجة. واضح إنك حساسة قوي. ميرسي. هو فين حمادة؟ ممكن أعرف الموضوع إيه بالظبط؟ وليه ما سألتيش ماما؟ سألتها ياما وهي يا إما مش عارفة يا إما خايفة تقول. طب واللي مامتك ما رضيتش تقوله ليه متصور إن ممكن أقوله؟ يعني أنا قلت طالما جبتنا هنا توقعت يعني إنك ممكن تقولي. هايل. أنسة حورية أنت كان لازم تشتغلي في المخابرات. مامتك قالت لي على كل حاجة. أمال حضرتك جبتنا هنا ليه؟ لأني حاسس بالقلق اللي أنت فيه وعايز اطمنك زي ما طمنت ماما وابراهيم. اتفضلي يا ستي ادي الكارنيه بتاعي ودي صوري انا وحماده.
ايوه بس اي اسئله تانية هتلاقي اجابتها عند ابراهيم وعند مامتك. بس عايز اقولك ان مش ده السبب الوحيد اللي خلاني اجي هنا. في حاجه تانية؟ بصراحه كنت عايز اتعرف عليك. حماده كلمني عنك كتير لدرجه ان اول ما شفتك حسيت ان انا اعرفك من زمان وان احنا عشره قديمه. بس حضرتك كده بتحرجني بكلامك. ايوه بس انا يعني بقول كلام كويس ما فيهوش حاجه تحرج. عندك حق بس انا اتكسفت خصوصا مع الطريقه اللي بتبص لي بيها. انا اسف لو كنت ضايقتك. طب استاذن انا. واضح ان القعده معايا دمها تقيل خلاكي عايزه تمشي بسرعه. لا ابدا حضرتك ظريف جدا بس انا خايفه ماما تقلق عليا لان هي عارفه ان انا هشتري حاجات وارجع على البيت على طول. اه مش هوصيك يا حوريه السريه التامه مصير حماده متعلق بكلمه من بقنا. ما تقلقش انا عارفه انا اكيد هخاف عليه زيك بالظبط. يلا يلا. زلط يا حبيبي عامل ايه يا زلط وحشتني قوي. ايوه عامل في ايه ما انا معدي قدامك كل يوم في الحاره وابوك طلع اختي عايز ايه بقى. ايه المشكله يا اخي بحبك لله في الله من غير ما نسال ليه. ما تحبني مش حب. اه طب عزمنا على حاجه ساقعه. ماشي هات حاجه ساقعه للمعلم زلط. ايوه وعندك احلى حاجه ساقعه للمعلم زلطه اللي ما اعرفش بقى معلم امتى. تعالى تعالى هو اللي ما تعرفش ما خلصوا ما تزعق راح هي ما تبطر عليها. ايه بس يا بس عم اهدى اهدى ده بيهزر معاك. هدى اعضائك يا عم انا بهزر معاك. فك فك فك. وعندك احلى حاجه ساقعه للمعلم زلطه اكبر معلم في حاله دعدش. بقولك ايه ما تيجي نغير المكان عن خناقته منه هم ضربوا. يا عم روق كده بس صلي على النبي. انت عامل ايه؟ ليه لا زفت الا تحسبه بقى. ليه ايه اللي حصل؟ ما فيش فلوس يا سلامة يا أخويا الدنيا مأصفرة ونصفة على الآخر. عايز فلوس يا زلطة؟ طبعا عايز فلوس. عايز كام؟ أي حاجة اللي تجيبه. طب والفلوس دي سلف ولا شحاتة؟ عبوصي بقى الكلام اللي يضايق. إيه شحاتة دي؟ إيه يا عم بسأل؟ لا طبعا سلف بس مش عارف أرجع لك إمتى. طب وإيه رأيك لو كسبتك قدها 100 مرة؟ أبقى دخلنا كده في الكلام اللي ما يجيبش همه. بتكلم جد هكسبك قدها 100 مرة. ها قلت إيه؟ يا ابراهيم يا ابني مش كل حاجه في يوم واحد احنا جبنا حاجات كتير بكره ننزل نكمل موضوع شراء العربيه. الله انا هاخد الزرقه دي حلوه لونها وحش وبعدين التراب يبان فيها على طول. طب اهي اختها وفاتحه جامده جدا العربيه دي. الله صباح الخير من فضلك هو العربيه دي تقفيل ايه؟ ياباني يا فندم. اهو ياباني. ايه ياباني ايه عينيهم بقى ضيقين ومش شايفين وهم شغالين والعربيه يطلع فيها مشاكل. يا ابراهيم يا ابراهيم اوبا اهي جامده جدا يا ابني. ما هي هي ايه ده الحمره دي خيال جدا. انا هاخد الحمره دي. دي تصنيعها ايه؟ دي الماني يا فندم. الماني عينيهم قد كده حلوه دي. انت بتعرف تسوق؟ انا برفع بالفيزب بس ممكن اطلع بالعربيه. طيب يبقى نشوف لك بقى حاجه تخبط فيها يا اخي كده وبعدين نبقى نظبطك بعدين لو سمحت. في 28 عندكم؟ لا للاسف ما فيش. حظنا وحش. يلا 28 ايه؟ يلا ابراهيم يا باشا هركب 28. انا هاخدك معايا سوق السيارات في مدينه نصر نسقط على حاجه 125 بولندي حديده. 125 بولندي يا ابني بقول 83. يا باشا 83 ايه بس انا عايز عربيه. في واحد صاحبي عنده مازدا 929 ممكن نروح له اظبطها لك منه او حتى اجيب لك عربيه ايجار. ايه رايك؟ اوبا هي دي هي دي. انا هاخد دي جامده جدا. العربيه دي تصنيعها ايه؟ تقفيل امريكاني. اهو تقفيل امريكاني. عايز تاخد عربية أمريكاني بفلوس مصر يا إبراهيم؟ يا باشا وإيه يعني؟ ما الأمريكاني واخد مصر كلها ببلاش. اخلص! خلاص ناخد الياباني على الأقل شعب مكافح ومؤدب. لا أنا هاخد دي. طب ناخد الألماني. لا هي دي. بكام دي؟ 800,000. وأنا اشتريت. إيه الأخبار؟ سابع ولا ضرب؟ عيب عليك ده أنا ضرب عمزك وريني عفارم عليك يا زلط. اسلم ايدك ده عندي جوازي من عناد. خد ماشي اصبر يبقى ده اهو وده عندي طلاقها من جوزها الاولاني. امسك ابص بقى الورق كله اهو شوف انت براحتك. اه هو ده هو ده حقي بقى. فين حقك محفوظ يا زلط؟ امسك يا معلم عد فلوسك. خد امسك ما تاخدهم وتجيب 500 جنيه كمان. يا ابني ده ورق اختك كله يعني هو قاعد بس كان بتاعه. خد ايه يعني انت مش عارف تلم الواد ده؟ ما يتلمش
الواد شرقان على الاخر وعمال يفرتك في الفلوس. كل اللي عرفت اعمله ان خليت العربيه باسم حماده. ما تعملهاش تاني. احنا مش ضامنين هتعرف تلم الحاجه دي تاني ولا لا. وبعدين انا قعدت افكر في موضوع البت دي قلقت قوي. ما البت دي هي اللي هتثبت رجلي في قلب البيت لو عرفت يعني اكل دماغها. الحب والنسوان دول يضيعوا اجدحها مصلحه يا سعيد. انا كمان مدخل الموضوع في دماغي حشر لحد ما احط ايدي على قرشين اتجوزها وبعد كده اطلقها. بس 30 بس. ما انت عشان تتجوزها لازم اخوها يرجع صح. وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ وبعدين هتتجوزها باسم مين؟ صلاح ولا حماده ولا سعيد؟ يا اخي ما الموضوع ماشي بتلبشه انت ليه؟ هي البت حلوه؟ دماغك ما تروحش لبعيد يا عماد. طب خد. ايه ده؟ ده كارنيه رئاسه الجمهوريه يسهل لك الامور كده ونزوم الرسم. دي حوريه. حوريه مين؟ حوريه البنت. ايوه يا حوريه. تصدق ان انا كنت لسه في سيرتك مع الكلب بتاعي. افتح يا ابني. كارنيه يا فندم لو سمحت. نعم. ده نادي خاص وممنوع دخول لغير الاعضاء. انا اسف فندم والله ما اعرفش حضرتك. انا اسف فندم. اتفضل. لا مفيش حاجه مفيش حاجه. على فكره انا ما كنتش جاي النهارده. هو انت مش اتصلت بيا امبارح وقلت لي عايزاك في حاجه مهمه؟ اه. طيب امال مش عايزه تيجي ليه بقى؟ ما اعرفش انا متلخبطه قوي. لازم تبقي متلخبطه. عايزه كل اللي بيحصل ده ما تبقيش متلخبطه. انا حاسه ان انت فاهمني. وقدام شويه هنفهم بعض اكتر. وقفت ليه؟ انا عايزه امشي. انت مش قلتي عايزاك في حاجه مهمه؟ لا خلاص. هو ايه اللي حصل بس؟ لو سمحت ما تحرجنيش اكتر من كده. الناس كلها بتبص عليا. انا مش هسيبك الا لما اوصلك. يلا. الفلوس الا قدام الباب هنا. ايه؟ حلال عليكم الصقه. خد هنا تعالى. ايه اللي انت واخده معاك ده؟ وانت مالك؟ انت مش خدت الصقه؟ انا في البطاقه دي حلال عليا. ممكن افهم ايه اللي حصل عشان تبوزي كده؟ على فكره بقى انا ما كانش قصدي. عشان اعتذر مثلا. مره في المدرسه زوغنا انا وبنات اصحابي. رحنا جنينه. جم شويه ولاد. كل واحده فيهم مشت مع ولد.
وانا فضلت قاعده جنب الشنط. مش هقول لك كم واحد قاعد يسبل ويعاكس، بس انا قلت لا. طب ليه ما سبتهمش ومشيتي؟ عشان كان نفسي اعمل زيهم، بس دايما كنت بخاف اغلط. والله انا كنت بفكر ان لما حماده بيحكي لنا عنك بيبالغ. حماده كان بيحكي لك عني؟ كان بيقول لك ايه؟ حمادة يا ستي لما يكون متعصب أو متضايق أو متنرفز ما كانش يهدى لما نجيب سيرتك، تلاقيه هادي ابتسم وبعدين ضحك. بس حمادة عمره ما كان بيتنرفز. لا ما هو يعني طبيعة شغلنا بقى، ساعات الواحد ممكن يتعصب يتنرفز، هو قايم أصلا على الأعصاب. عارف إنه وحشني أوي. ربنا يجيبه بالسلامة. ما تيلا بقى. على فكره بقى يا عواطف، الشقه دي ادامها عليكي وحش. ايه رايك لو اجر لك شقتي الجديده؟ لا يا اختي، انا بحب شقتي وما تحمضيش نفسي منها، ملهاش دعوه بالإيجار، ده امر الله. استغفر الله العظيم. خلاص يا حبيبتي بشوقك، انا بس كان غرضي اجرها لك ارخص من دي، وهي مصلحه ليكي ومصلحه ليا. لا يا حبيبتي، انت قصده تصدريني الفرغالي عشان في الطلعه والناس ليزن على وداني. بقول لك ايه، انا ما فيش دماغ للوش ده. تعالي هنا يا بنت يا شروق. ايوه يا يما. مخبيه ايه ورا ظهرك؟ ده قميص عنايات فرغالي اتدخل من البلكونه بيرمي هدومها. قميص عنايات مين؟ قميص انا؟ وريني يا بنت نهار اسود ومنيل، تعالي وريني نهار اسود يا فرغالي. اجري يا بنت اجري، الا الشقه خد الغراب وطار. وتعالى يا رب قلبي يا مدام، الكلب بترمي لي حاجتي، سرقت الشقه فرغلي واديني وانا اعبد لاكون شكاك في الارض. براحتك يا زغلوله، اشتكي مطرح ما انت عاوزه واثبت ان الشقه ملكك. سرقت العقد يا حرامي. انت اللي بدات يا عنايات. طب خلاص يا فرغلي الشقة وخدتها، بترمي هدومي ليه يا راجل يا ناقص الشارع اتفرج على حاجتي؟ يعني انت هدومك احسن من هدومي؟ طب انا لما كنت برمي لك هدومك عشان تطلعني يا اللي ما عندكش دم، انت بقى بترمي لي هدومي ليه؟ عايز ارمي عليك اليمين؟ ارمي القميص الاحمر اللي في ايدك ده يا سلام. يخرب بيتك يا اللي تنشكي، الولايه عايزه تاخد حاجتي قدام عيني. احذفوا لها يابا. لا 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 خلاص يا سلامه، ابعت المعلم زلوط اخوك ياخدوا الهدوم. ماشي يا فرغال ماشي. بقول ايه يا جميل، ما تيجي نضربه بونطه في الحته بتاعتي. امشي يلا من هنا، هنتدلع احلى دلع. امشي يا ابني. يا بنت تعالي بس. هتمشي بقى ولا ايه؟ اركبي بس، ده انت خنيقه. يا وطي يا ابن الكلب، بعتني يا ولا الفرغالي؟ ها بعت اختك وانا اللي قوياك؟ ما هو فرغالي صعب عليا، وبعدين ده حرام. يخرب بيتك حلال وحرام، وانت اجازنا اللي هتعلمني الحلال والحرام؟ حتى كان طلب مشورتك؟ هيعونك في عيالك. يخرب بيتك، اول عندي عيالي يا ملحوس يا ابن الملحوسه. ما هو ربنا بقى من الاخر ما سمدك عشان قلبك الاسود ده. لا والله انا قلبي اسود. طب قول لي بقى بتاع الحلال والحرام، بعت اختك بكام يالا؟ اه؟ بعت اختك بكام؟ ب5000. يا فين؟ ما خبيهم روحاتهم. حاضر بس ما ضربيش. اخلص في يا ابن الليمة، بعت اختك ب5000، ده طلب طلبتي منه 50000 كان اداهم لك. بارك الله في المدرسة. اوعى. الله غاب، الله خد، الله عليه العوض. مصلحة ولا مروحة؟ مروحة. طب ما تيجي نوصلوكي. رايح على فين؟ رايح الحته اللي انت رايحها يا عسل. تعجبني. اركبي على مهلي، على اقل من مهلي. بس الحته دي فاضيه قوي. فاضيه؟ يوه، وانت هتعمل ايه يعني بالزحمه؟ ولا هنتلككوا ولا خايف؟ لا خايف من ايه؟ ما احنا مونسين بعض اهو. ونس؟ وانت لسه شفت وانا؟ ده احنا هنونسوك وندلعوك ونروقوك، بس ليه عندك طلب؟ ايه؟ ايه لا بسيطة. لا اقلع البنطلون برضه. ابسط منها.
اهو. انزل بقى. انزل فين؟ يوه، ما احنا برضه عايزين نقلع، ولا انت بس اللي تقلع يعني؟ ايه الانانيه دي يا بنت الحلال؟ ما انا قلعت قدامك. اقلع انت قدامي برضه. يوه، ما تبوظش بقى المفاجاه. بقول لك انزل. ايه شغل العيال الصغيره ده؟ يلا بسرعه انزل اهو. يلا. لا يا حبيبي، غمض عينيك واديني ظهرك، بتكسف اهو. خلاويص لسه؟ يلا بقى خلاويص لسه؟ خلاويص خلاويص يا عينيا يا بنت الحراميه. انا كنت باخد حق ابويا. حق ابوك هو اللي ضيعه بمزاجه، لكن انت خدت حق عنايات. حقها ايه؟ شقتنا احنا مش شقتها. هو ابوك مش هو اللي اداها الشقه دي بمزاجه؟ اتضحك عليه. هو عيل صغير، ده راجل مال وهدومه، وبعدين هي ما سرقتكوش، ابوك اللي كتب لها الشقه بايده. عملت عليه الحبتين بتوع الستات دول، وهو الراجل يعني لا مؤاخذه ضعيف شويه من الناحيه دي. بس ما سرقتكوش، انتوا اللي سرقتوها. احنا ما سرقناش حاجه، اخوها هو اللي سرقها. سلامه، مش انت وزيته واديت له فلوس؟ ده ما سابش حد في الحاره غير ما حكى له. زلطه؟ فضحني في الحاره؟ بس انا ما عملتش حاجه غلط، انا كنت بصلح غلطه ابويا. لا، اللي عملته غلط وسرقه، ولا ان هي ما سجلتش العقد كان زمان غلطه ابوك ما تتصلحش، ولعلمك بقى انا ابتديت اخاف منك. وتخافي مني ليه؟ هو انت ناويه تضحكي عليا؟ واضحك عليك ليه؟ احنا اللي بينا عشره بالمعروف. انت معايا ولا مع عنايات؟ انا مع الحق. المفروض تبقي معايا انا خطيبك. بقول لك ايه، انا هقوم اعمل لك كوبايه شاي تشربها وتمشي، الساعه بقت 8:30، ابويا لو صحى يسمع لك كلمتين ما لهمش لازمه. استني يا عزه، هو انت ما بتدافعيش عني ليه؟ ادافع عنك في ايه؟ المرة فاتت ابوكي لما جه سمعني كلمتين ملهمش اي لازمه، وانت ما قلتيش في حقي ولا حتى كلمه كويسه. هو انت عايزني اقف قدام ابويا في حاجه انت غلطان فيها؟ وبعدين الوقت كان اتاخر والبيت كله نام. عزه، هو انت ما بتحبنيش؟ انت ليه بتقول كده؟ اصلك يعني مش قابله اي حاجه بعملها. انا قصدي اعرفك الصح. ليه كده؟ دي مش بتقولي لي قصدي اعرفك الصح عشان بحبك يا سلامه؟ كل حاجه في وقتها، وبعدين انا بتكسف. تتكسفي مني انا؟ ده انا بحبك، بحبك يا عز. سلامه، اقعد مكانك. ليه كده بس؟ انا بقولك بحبك. ابويا امي لو صحي هتبقى مصيبه. وفيها ايه؟ ما انا خطيبك. اقسم بالله هصحيهم. خلاص خلاص، انت عارفه انا مبسوط عشان طلعتي مؤدبه. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من قول من رب الرحيم، سلام من قول من رب الرحيم. عفريت عفريت صلي على النبي. هو في عفريت بعد البهدله دي؟ يا عم ده انا غلبان، جماعه طلعوا عليا ضربوني هنا. انا عايز بس تليفون ثانيه واحده، هعمل دقيقه. الو يا صلاح بيه، يا صلاح بيه الحقني، انا في المنتزه وعريان يا صلاح بيه. يا ابراهيم اهدى بس يا ابني، اهدى، مش فاهم منك حاجه، فهمني بس ايه اللي حصل. ايه العربية اتسرقت؟ الموضوع ده مش داخل دماغي. انت داخل بالعربية في الحتة المقطوعة دي بمزاجك، وقالع هدومك دي بمزاجك. موضوع ريحته نسوان يا ابراهيم. حاجة زي كده يا باشا. انهار اسود ومنيل، بقى اخوك قاعد بره يخدم في الوطن، وانت هنا قاعد تعاكس في نسوان الوطن. ما انا شاب يعني زي بقية الشباب، ولا انا ماليش نفس؟ كنت قول لي يا ابراهيم، قلت لك 100 مرة لازم اعرف كل قرش راح فين وجه منين وايده. يا باشا يعني لا مؤاخذة، انا اروح للحكومة اقول لهم انا عايز؟ طب دي هتتعيب ايه؟ ولو، قلت لك لازم اعرف كل حاجة بالتفصيل. اخوك لسه ما استلمش الفلوس يا ابراهيم، وانا اللي بتحاسب. لو التصرف ده اتكرر تاني انا هسحب منك الفلوس، فاهم؟ فاهم يا باشا. بس بعد اذنك تعالى معايا القسم نعمل محضر في العربية، العربية لسه جديدة وانا ما اتمتعتش بيها. يا سلام، عايز تقول لهم ايه؟ عايز تفضح اخوك؟ يعني هنسكت؟ وانت لما تقول لهم هيجيبوها لك؟ طب وايه الحل طيب؟ انا هتصرف، تعال اركب عشان اوصلك. ممكن اطلب منك طلب يا صلاح بيه؟ والنبي ما تجيبش سيره لام الحريه باللي حصل عشان خاطري. قذر.
ما طلعتش ليه؟ ولا الشغل وحشك؟ يلا عشان نتعشى. لا يابا ماليش نفس، اقعد عايز اتكلم معاك كلمتين. طب ما نتكلم فوق. يلا قوم. مش قادر يابا، مخنوق ومش طايق حادثة البيت. وادي قاعده. ايه بقى اللي خانقك يا سيدي؟ هقول لك بس ما تتريقش عليا. خير يا ابني؟ مالك؟ هو الواحد يعرف منين إيه كان الواحده بتحبه ولا لا؟ من بصت العين من المعامله. الله، هو انت لحد دلوقتي ما تعرفش اذا كانت عزه بتحبك ولا لا؟ هو انا هدومي وحشه يابا؟ لا بصراحة من ساعة ما رجعت وانت نضفت وبقيت زي الفل، ودايما حاطط منديل في جيبي ومسرح شعري. امال في ايه بقى؟ يا لا مؤاخذة قالت لك حاجة؟ لا بس ساعات كده بحس بصتها كأنها قرفانة مني، والكلام بيطلع منها زهقان. طب وانت ايه اللي جابرك على كده؟ ما تفضها سيرة. انت ما صدقت؟ انت بتقول كده عشان عايزني اوضب الدكان. ما تبطل زناخة مخي وتفهم، انت ابني وانا بخاف عليك، وخصوصا انها كانت مخطوبة لحد تاني. فكرك يابا تكون عز لسه متعلقه بعماد؟ جايز، لان عماد متعلم وبيعرف يتكلم. ما تقطرنيش بقى يابا. ما بقطمكش، لكن ما ينفعش تتجوز واحده متعلقه بواحد غيرك. انت خلاص خليتها متعلقه؟ هو انا اللي قلت مش انت اللي بتقول. طب اعمل ايه يابا؟ شور عليا احسن دماغي هتطقم الموضوع ده. عاوز الكلام ابو جد، اي واحده في الدنيا خصوصا اذا كانت بنت بنوت بتبقى قبل الجواز حاجه وبعد الجواز حاجة تانية. أنا خايف من بعد الجواز ده لحسن أنا هزوغ بره. لا، عزة بنت متربية ما تعملش كده أبداً. بجد؟ الله يريح قلبك يابا زي ما ريحت لي قلبي. طب قوم بينا نتعشى بقى، عايز تاكل إيه؟ كباب. عزة، أنت إيه اللي مقعدك كده؟ قومي قومي يا موكوسة، تعالي خشي. واقفة في البلكونة بتعملي ايه وعمالة تسحي من عليكي؟ هو انت بنت ما انتش عارفة انت عايزة ايه؟ ما تفهميني. لا خلاص انا عرفت انا عايزة ايه. واذا كان اللي انت عايزاه يا اختي ما بيهموش حد، فضك من اللي في دماغك ده وردي بنصيبك. مين قال بس ان سلامة نصيبي؟ هو كلام عيال؟ عايزة ده خلاص خلي ده. قسما بالله العظيم ان ما اتعدلتي لاكون اطمنك رقبتك واخلص منك. ويكون في معلومه انت من بكره هتنزلي الشغل، فاهمه ولا لا؟ انا الشغل ازاي بس انا ما نمت؟ عنك ما نمتي، لما ترجعي بقنامي. يلا اتخندي اديك القرف. عم قطقط انتوا مين؟ استنى هيفتكرني. ايه يا عم قطط؟ انا عماد اللي عملت لك رخصه العربيه. ما اعرفكش. يلا عماد. استنى يا سعيد. ايه يا عم قطط؟ انا عماد، مش فاكرني لما جيت لي مع عم صبحي من سنتين علشان العربيه اللي كانت مسروقه من ليبيا؟ ها؟ عمده. لا عمده ولا شيخ غفر، انت بتزق الباب وتخش ليه؟ انت عارف الساعه كام؟ يلا بينا يا سعيد. استنى يا عماد. بص يا عم قطقط، احنا جايين لك في مصلحة، ومصلحة لوز. مصلحة؟ اتفضل. اتفضلت. عربيتك اتسرقت. المعلم معلم. سرقت فين؟ سرقت على الكورنيش عند كليوباترا، وسرقتها بت. ولعتك هدومك؟ أنا؟ قلعتني. آخد باكوين لو أوصف لك السكة، وآخد 20 لو حاجي معاك. يا ساتر. انا معايا 1600. عرفت منين؟ خبره. اللي صحيت عم قطعت مش فاكرني. فاكرك يا عمده، بس المعرفه في شغلانتنا دي اتاخر. مش قبط، قول بقى يا عم قطعت. بص يا سيدي، البت اسمها اخلاص. هما 30,000 ما يزيدوش مليم. ايه ليه 30 ليه ان شاء الله؟ حتى العربية لسه بشوكها يا معلم وما اتضربش فيها مفكة. انا بفهم يا اخويا. بشوكها ولا مخلية؟ وانا احطها في اجانس؟ دي هتتقطع حتت يا اخلاص. برضو ما يضرش يا معلم، بحبح ايدك شوية يا اخويا. ماشي، عشان خاطرك
35,000 وعليهم بوس. طب وحياتك دي العربية دي كلها جت في بوسة، انت بقى بشطارتك جاي تاخد بوسة وعربية ب35؟ خلاص بلاش البوس. قلت ايه؟ استبنى يا معلم، خلصني يا اخويا وقبجني، عايز اروح. يا مين؟ هات 35,000 من عندك. فترة يا معلم. روح انت. اتفضل يا جميل. عايزك تعتبر بقى المكان مكانك والمحل محلي. أي حاجة حج بيها أنا شاري إن شاء الله كل يوم. كله بالتساهيل يا أبو المعلمين. وحياتك يا أخويا، الواحد لو بيطلع بعربية كل ليلة ما كانش ده بقى حالي. عن إذني. مع السلامة يا جميل. قفشتك يا بنت الكلب. الحقوني يا جدعان، البنت دي هتوديني الداهية. أنت مين يا جدع أنت؟ دوس في إيدك عليا يا أخويا. طب والنعمة اللي لم عليك الشارع كله؟ أيوه اعملهم عليا. مش عارفة أنا مين أروح أمك؟ صلوا على النبي يا جدعان، محدش يقرب. واحد وبيربي أخته. أخته؟ أيوه أخته. تسيب البيت وتطفشي؟ قلنا ماشي. تتجوزي عرفي وتطلعي بعد أسبوع؟ قلنا صروف. تمشي في البطالة يا جدعان؟ قلنا ماشي. تعمل لها قرشين وبعد كده تتوب. انما تسرقي انا هقطع رقبة امك. انت مين يا جدع انت وعايز منها ايه؟ اختي يا معلم وبربيها. البت دي كل يوم تعمل لنا مصيبة، واخرة المتمة تسرق عربية. وعربية مين؟ ابن وزير الداخلية. والداخلية مقلوبة يا جدعان، واخدين امها واختها. لزقت العربية لمين يا بت؟ انا يا حمار خدها منك عشان يبلغ عنك. وجايه بقى بتضحك عليا انا جايبه لي عربيه منظوره؟ هو انت يا معلم؟ ايه هيخش في العربيه؟ اخد طلع بسرعه. وادي بسرعه يا معلم. خد العربيه دي توقف اي حته بعيد عن هنا. توقف يا معلم، دي عربيه منظوره توديني في داهيه. على السلامة.